أعضاء مجلس شباب دائرة الخدمات، حيث شارك أعضاء مجلس شباب دائرة الخدمات الاجتماعية في لجنة التحكيم للبطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2020، والتي انعقدت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. والحديث أكثر مشاهدينا عن التفاصيل معنا عبر الهاتف الأستاذة خزنة محمد حسن، عضو في مجلس شباب دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. مرحبا بك أستاذة، نورتي البرنامج. أهلا، تسلمين بنورت حبيبتي. الله يعطيك العافية. بداية لو تعطينا نبذة عن مسابقة الذكاء الاصطناعي والروبوت 2020. طبعا البطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء جاءت من تنظيم وزارة التربية والتعليم، كانت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وكانت هاي في دورتها السادسة. كانت هاي المسابقة وفق معايير طبعا عالمية تؤصل روح التنافس والقدرة على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي بين الطلبة من مختلف يعني الفئات اللي هم مدارس حكومية وخاصة بالدولة. وجاءت هالمسابقة كانت فيها 28 فئة. هاي المسابقة وانقسمت إلى 3 مجالات رئيسية ما شاء الله، اللي هي مجالات الروبوت والإبداع التقني والبرمجة. نعم أستاذ أخذنا، خلينا نتكلم عن مشاركة أعضاء مجلس شباب دائرة الخدمات الاجتماعية في هذه اللجنة، في لجنة التحكيم للبطولة الوطنية لسلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2020. كانت مشاركتنا كمحكمين في هذه البطولة تحديدا في الفئة اللي هي مسابقة فيكس. وهاي المسابقة فيها فئتين من تتراوح أعمارهم، الفئة الأولى اللي هي من 6 إلى 12 سنة، وفئة الثانية تكون أكبر اللي هي إلين 16 سنة. طبعا انضمامنا كان بعد ما خضعنا البرامج التدريبية والتخصصية في مجال التحكيم، وحصلنا على الشهادات اللي هي معتمدة مكنتنا من المشاركة في هذه البطولة كلجنة التحكيم يعني كمحكمين للمشاركين. ما شاء الله عليكم. أستاذة خزنة، نتكلم عن كيف رأيتم التنافس في التي شهدتها المسابقة بين الطلبة والمشاركين؟ دبا نشوف التنافس ما بينهم كيف كان؟ كانت المنافسة جدا قوية بين المشاركين يعني بين الفرق، خصوصا ان اللي في فئات من المسابقات كان يحتم على المشارك انه يكون لازم يكون تحالف مع الفرق الاخرى. صحيح. يعني فرق ما يعرفها. هذا الشيء بحد ذاته كان يعني خلق نوع من روح التنافس بين المشاركين اضافه الى العمل الجماعي من بينهم. نعم، كيف يمكن او نرفع حافزيه الطلاب اللي يقودهم للابداع في مجال التكنولوجيا او العلوم والرياضيات؟ كيف نحفزهم نخلي معاهم الحفوز يعني؟ اي من خلال اللي هو طرح دورات للطلبه في في هالمجال، وان المسابقات اللي تكتشف مواهبهم يعني جميل. في خاصه في مجالات الالكترونيه. صحيح. في بعض الطلبه يعني عندهم موهبه بس ما اكتشفوها. صحيح، ما حد يعني سلط الضوء عليها. نعم ايوه نعم. استاذه خزنة، خلينا نتكلم عن ما هي الامور التي تسعى المؤسسات لتحقيقها من خلال البطولات والمسابقات الوطنيه. بشكل عام تسعى لتحقيق مئوية الإمارات اللي هي 2071، أن في تصبح دولة الإمارات اللي هي الرائدة في جذب أفضل العقول حول العالم، تدعم المواهب الإماراتية نحو الابتكار وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا. صحيح. وتعزز المنافسة في اللي هو المجال يعني مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي. نعم، إذا تكلمنا عن المسابقات، كيف تكون مثل هذه المسابقات دور أو لها دور في تشجيع المجتمع على تبني نهج الابتكار ليصبح أسلوب حياة؟ في هذه المسابقات اكيد في فائزين طبعا. نعم. الفائزين اللي منهم من فئه الطلبه. نعم. يتم تاهلهم لمسابقات عالميه. صحيح. هذا الشيء يعني بحد ذاته يشجع الجميع لممارسه اللي هو الابتكار اكيد يعني وانتهاجه كاسلوب حياه. نعم، كيف اصبح وجود الذكاء الاصطناعي والروبوت اليوم يعكس تقدم وتحضر المجتمع؟ يعني اذا بنحكم على تقدم المجتمع الحين لازم نقول ان في ذكاء اصطناعي معاهم موجود في بين الفئات. هو حاليا اللي هو استخدام التقنيات. صحيح. هو صار من اهم سمات المجتمعات الحديثه. نعم. ودوله الامارات طبعا اكيد تحرص على اللي هو مواكبه المستجدات التقنيه. نعم. وتركز على اهميه التكنولوجيا في جميع مجالات الحياه في رؤيه استباقيه. نعم. اضافه الى انها تطلق استراتيجيات ومبادرات تحقق لها تطلعاتها في بناء جيل وطني يعني. نعم. تخصص في هالعلوم المتقدمه يعني. نعم، الله يعطيك العافية الأستاذة خزنة محمد حسن، عضو في مجلس شباب دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة. شكرا على هذه المداخلة. تسلمين حبيبتي. الله يحفظك. يعطيكم العافية. مع السلامة.